فهد نفس السؤال، كثير نسمع يعني احاديث من فتره لفتره يعني كذا تمر علينا في الموسم، على الاقل في الموسم الواحد مرتين ثلاث مرات، انه جمهور النصر يضغط على اللاعبين، ما يطول باله على بعض اللاعبين، لاعب مثلا يقدم ثلاث اربع مباريات اداء جيد، في مباراه واحده يجلي كره ويجي هدف ولا يضيع بلنتي، يصير الجمهور يعني يطالب بابعاد هذا اللاعب، كلام ده صحيح ولا مبالغ؟ والله شوف الجمهور صار واعي. قد اللاعب اللي تحكي عنه ينجم لك ضد فرق صغيره لما تجي مباريات حساسه ولا مباريات ديربي ولا مباريات ما تشاهده يبان. يعني خليني اقول لك انا مع عبد العزيز في موضوع السهلاوي وانا احبه كشخص، لكن اعتقد محمد جته كذا فرصه. الجمهور قد يعطيك فرصه وفرصتين وثلاث، لكن انت لازم تحس، لازم انك تكون يعني مش موضوع انك تجيب اهداف، يجب انك تطور نفسك، يجب انك تهتم، يجب انك تدافع تهاجم، يعني هذه رساله له او لغيره. يعني في هذا الموضوع الجمهور ينسى امس، هو عليه من اليوم. فانت لما تتكلم الجمهور ما شاء الله صار واعي وفاهم. طب السهلاوي يسجل، سؤالك انا ما ابغى واحد يسجل لي اهداف عاديه الناس تفهمها، يعني لو اجيب واحد عمره 70 سنه يجيب، ما هو تقليل من محمد ترى، لكن انا اقول انه يجب انه يشد حيله اكثر، يجب انه انت يجب انك تحس بمسؤوليه انه يدافع ويهاجم. انت تشوف ان الاهداف اللي سجلها محمد السهلاوي كلها سهله؟ خليني اقول لك اغلبها انه يعني شوف، خليني اتكلم معك بصراحه، النصر اذا يريد بطوله يجب أن يجيب خط هجوم قاتل وقوي. هذا وجهة نظري، يعني لي ملاحظة لي، يعني أنا يعني ما أبغى أتكلم في هذا الموضوع لأنه خلاص تقفل كل شيء، وجو اللعيبة والأجانب وصلوا، أنا مع المحليين في بعض المحليين ومع الأجانب، أنه ودي أنه يكون تطلعات وأمال الجماهير النصراوية تستحق أكثر من هذول اللي جوا، لكن نتمنى لهم التوفيق يعني. طيب.